الساعة 4 صباحا اقتحموا المخيم. شايف اول شيء بلشت الجرافات تجرف بالشوارع هي هون الشوارع الرئيسية، وبعدين نزلوا قناصة على هاي المعاكين، بكى في هون قناصة وهنا قناصة ومن الناحية الثانية قناصة، كل منطقة هاي، وبعدين صاروا الدور هاي كل الدور اللي متر في هاي ضاربين عمي ومن وراها ضربوني، يعني هي هاي الدار اللي انفجرت وراها ضربوني والدار برضو انفجرت، فجروا الدور كلياتهم هون بدون سبب بدون ما يبكى بهن حتى حدا. يعني حتى دار عمي ودار ابوي مش في البيت، يعني مش فجروها لانه لكوا حدا فيها، ما فيش فيها حدا، السكان كلهم اللي فيها كلهم من اول ما صار الاجتياح عارفين انهم صاروا لائمين، وصاروا كل مره بيجي اجتياح بيجي اصعب من اجتياح، فصارت الناس تهرب، كل الناس واولاد صغار وكلهم بخافوا، فكلهم هربوا وهاي لكوا الدور فاضيه وبلشوا يفجروا بالدور ويحطوا بها متفجرات ويفجروها كلياتها.